السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايب قلبي معايا في مطبخ جيجي. ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهاردة هعمل لكم كيكة التايجر، يا رب ان شاء الله تعجبكم علشان تجربوها وتعجبوا بيها ان شاء الله. هقول لكم على المقادير، احنا معانا كوباية دقيق وكوباية سكر كوباية زيت 2 بيضة وفانيليا وبيكنج باودر او كيك شيف وكوبايتين دقيق، يبقى كوبايتين دقيق ومعاهم احنا معانا بس 2 كوباية دقيق وبعدين 1 كوباية لبن 1 كوباية سكر 1 كوباية زيت 2 بيضتين كيك شيف وفانيليا. ويلا هندخل نعمل الوصفة على طول. احنا هنحط المقادير كلها في الخلاط، هنضربهم في الخلاط. بسم الله. لبن، السكر، الزيت كله مع بعضه، والبيض كده. حطينا كل المقادير مع بعض، معانا 1 كوباية اللبن والسكر والزيت والفانيليا، وهنضربهم مع بعض في الخلاط وبعدين هنرجع نقلب الدقيق فيهم. احنا حطينا خلاص الدقيق، حطينا عليه معلقة كيتشيف او بيكنج باودر، وبعدين هندخلهم مع بعض قبل ما نحط عليه السائل الخليط اللي احنا عملناه مع بعضه في الخلاط. دقيق ومن نجاح الكيكة يا حبايبي ان احنا ننخل الدقيق مع البيكنج باودر، ولازم ننخل الدقيق مرة واتنين. وهنحط دلوقتي عليه الخليط السائل، ونقلبه كله مع بعضه لحد ما يمتزج الخليط كله مع بعضه. خلصنا كده خلطنا كل المقادير مع بعضها، الدقيق مع الخليط السائل اللي احنا خلطناه. هنبدأ بقى ان احنا نقسم عجينة الكيك دي لنصين، نحط شوية هنا نصها هنا ونسيب نصها. خلاص كده تمام يا حبايبي، احنا كده قسمنا العجينه بتاعت الكيكه بتاعتنا نصين، نص هنا ونص هنا، علشان هنحط على ده كاكاو. احنا معانا معلقتين كاكاو، هناخد على قد ما نشوف النتيجه شكلها ايه معانا لو احتاجنا كده. بقى يا حبايبي خلاص احنا قسمنا الخليط اهو على 2 نصين، وحطينا هنا عليه معلقتين كاكاو، والصينية دهناها زيت وعفرناها بشوية دقيق. هنبدأ نسمي الله، هنحط معلقة من دي، نحط معلقة من الفانيليا الأبيض ده، نحط معلقة من الشوكولاتة، كده حطينا معلقة من الفانيليا ومعلقة من الشوكولاتة. هنفضل كده لحد ما نخلص كل خليط الكيك اللي معانا كده، معلقة فانيليا ومعلقة شوكولاتة بالشكل ده كده يا حبايب. خلاص ايوه، نرجع نحط كمان بالتبادل بقى، نعمله بالتبادل، نحطه بحرص كده علشان يطلع مظبوط وشكله جميل كده. زي ما انتوا شايفين تمام يا حبايبي كده. هنفضل كده لحد ما نخلص الخليط كله اللي بالفانيليا واللي بالشوكولاته زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم. شفتوا شكلها كده زي ما هو كده هيطلع ان شاء الله بعد ما تستوي بالشكل ده. وده الشكل النهائي بتاع الكيكه بتاعتنا. هنبدا ان احنا نعمل لها شكل كده، احنا نعمل لها بخله سنان
بالشكل ده كده. بقى ده شكلها خلاص. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة، وما نفتحش الفرن عليها قبل ما تستوي يا جماعة. وأول ما تطلع هنوريكم شكلها خلاص النهائي شكله ايه، ونقطعها قدامكم. وده شكل الصينية بعد ما خرجت من الفرن. نبدأ ان احنا نقطع لكم قطعة كده عشان تشوفوها. دي شكل الكيكة بعد ما قطعناها، ايه رأيكم بقى؟ وهشة وجميلة خطيرة ايه. دي شكلها. وده بقى الشكل النهائي للكيكة بتاعتنا، ان شاء الله جميلة وطرية وهشة. ايه يا حبيبي، دي كيكة التايجر. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ولو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.